التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومستمرين في متابعة انطلاقات الأشواط. شوطنا السابع ينطلق في هذه اللحظات للأبكار الحقايق في منظر رهيب ومشاركة قوية وأسماء عديدة. بالتوفيق لكل المشاركين ولكل السباق التي تشاركنا دائما في كل السباقات وكل التحديات. نبحر في البداية والمركز الأول تتقدم من خلال الدكتورة لحمدان بن محمد بن معتوق العامري، يتقدم إلى صدارة هذا الشوط. يأتي المغامر على القمة، بينما المركز الثاني وصل إلى نسهيل بالطوير بالأسود العامري، يقدم العزمية من تحتل المركز الثاني. المركز الثالث يأتي شعار بن مرخان المنصوري مقدما رسالة لعبد الرحمن بن عبد الله المنصوري إلى المركز الثالث، بينما المركز الرابع الضبي سعيد بن علي أو سعد بن علي بن سعد الفهيده المري. المركز الخامس يصل شعار بالصلف او بالصلف غنايم عبد الله بن خليفه بالصلف المرر. المركز السادس وين القادمين؟ اين الباحثين؟ هنا في المركز السادس وصلت مشاهدينا الكرام جو لصالح بن محمد المالكي تحتل المركز السادس. المركز السابع هذه اللي وصلت الان وتقدم التكريم لسعيد بن طارش بالقوبع الى المركز السادس، بينما المركز الثامن من وسط الميدان تتغلغل الى الارقام المتقدمه في هذه اللحظات. هذه الشامخه لحمد بن خميس بن عامر الربيعي، وكذلك بن دحروي يتسلل، بن دحروي يتسلل مع الذهب. راشد بن محمد بن دحروي العامري واصل الذهب، صاحبه انجاز على ارضيه هذا الميدان. المركز التاسع واصلين، بينما ود السهران في المركز التاسع. المركز العاشر ياتي شعار بالسعودي، هنا محمد بن علي بالسعودي الاكتبي، ولكن يختلط الحابل في النابل، تتبادل المراكز، تتغير الارقام، ولكن عوده الى الرقم الذي يسير ويشير بانه متواجد على المركز الاول. رساله 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 عبد الرحمن بن عبد الله المنصوري يقدم رسالة، ولكن شوف بن دحروي قادم مع الذهب، بن دحروي قادم مع الذهب، راشد بن سعيد بن دحروي العامري، ولكن شوف القادمين، شوف الواصلين، هذه اللي وصلت، هذه الشامخة. حمد بن خميس الربيعي يتقدم الربيعي إلى المركز الثاني. المركز الثالث متعبة سلطان بن علي بن هناوي الاكتبي يقدم متعبة على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم قدم بن دحروي ليقدم لنا الذهب في هذه الانطلاقات، حمدان بن راشد بن دحروي العامري. المركز الاخر هذه اللي وصلت نوايد محمد بن علي بالسعودي الاكتبي. المركز السادس وصلت الوثبه سالم بن عبيد الكتبي، ولكن اعود الى مقدمه الشوط، اعود الى المركز الاول. هذه رساله رساله عبد الرحمن بن عبد الله المنصوري. المنصوري يتقدم إلى المركز الأول، بينما بالهناوي واصل بن هناوي يقدم لنا هذا الاسم. الله يا بالهناوي، سلطان بن علي بن هناوي الاكتبي يقدم متعبة متعبة متعبة، تحتل المركز الثاني. تغيرت إلى مقدمة الشوط، أتعبتهم متعبة، ولكن رسالة تحاول ومتعبة تحاول. وهناك قادم شعار بذويب عبيد بن محمد بذويب العامري، يعز معكون 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 بن منانه قادم، حمدان بن احمد بن منانه، ولكن عوده الى بالهناوي، عوده الى بالهناوي، متعبه متعبه. سلطان بن علي بالهناوي الاكتبي هو الفايز حتى هذه اللحظات بالمركز الاول. المركز الاول سلام لاهالي الهباب، سلام سلام لاهالي الهباب، سلام على هذا الفوز والانتصار. هذه اللي امامكم مشاهدينا الاعزاء، تهانينا بالهناوي، تهانينا. المركز ثاني رسالة عبد الرحمن بن عبد الله المنصوري. المركز الثالث كون لعبيد بن محمد بن ذويب العامري. المركز الرابع حمدان بن احمد بن منانة. والمركز الخامس، المركز الخامس اذا مشاهدينا الكرام تنبيه هكذا ايها الحبل الكريم. نعود الى التوقيت الزمني من خلال الانطلاقات والتواصل والتحدي في هذه المنافسات.
أتابع المشاهدين الكرام والعودة إلى التوقيت الزمني 4:31 8 أجزاء من الثانية تانينا والناموس لسلطان بن علي بن هناوي الاجتبي على فوز متعبة بالمركز الأول وتحقيق هذا الانتصار في مستوى هذا الشوط، بينما المركز الثاني رسالة 4:32 بالوفاء والتمام والكمال تانينا والناموس لمالك رسالة عبد الرحمن بن عبد الله المنصوري، حيث حل ثانيا في هذه الانطلاقة. المركز الثالث هنا ياتي شعار بالذويب ويقدم لنا كون 4:33 وجزء واحد من الثانية تانينا والناموس لعبيد بن محمد بالذويب العامري على فوز كون بالمركز الثالث.